السلطه حبساتنا من شهر 5 قالت لك ما تخدموش هنايا، ما عرفناش علاش. اليوم كنطلبوا الحل، ما ردوا علينا لا بقليل ولا بكثير. 8 الناس عندنا في الدار ولا 7 الناس، خصني نهز الزمانه وكش هاد الزمانه من هاد الميدان. هو تيهم الحريفية اللي كانوا هنا تيعيشوا في هاد اللاك من 76، وهما كيعملوا السياحة. كاين الناس اللي ماتوا وبقاو ولادهم اللي هما وتجامعنا مع الناس اللي هما جاوا بشهر 5 الحوض المائي الداخلية، العمالة، عون السلطة ديال الجماعة، وتجمعوا معنا وقالوا لنا دابا خصكم تحبسوا بينا هويا حتى نشوفوا كيفاش الحل ديالكم. مشاو ما عاودش ردوا علينا لا بهك ولا هك. مصدر العيش الوحيد ديالنا، عندي عندي 6 اطفال وكاين اللي مريض. المهم الحل ما كاينش، تنطلبوا منهم كاين اللي هز ولادو هنا، كاين اللي خدمته، كاين اللي دابا مريح، لا خدمه لا والو، وتنطلبوا الحل. تفاد في السهول في المنطقة المتفالحة 4 علوان. أنا من نهار اللي حليت عيني تنقرا الوالي خدام في البراج، ما عنديش شي حاجة أخرى من غير النهار اللي عرفت راسي في هذا البراج هذا. زدت في هذا البراج هذا، ما عارفش، ما عندي حتى ميدان. عندي والدية عيانين كبار، حليش عيني في هذا البراج، ما عنديش شي مهنه اخرى. الناس اللي المخزن اللي واقف جوندارم كل شيء تيردوا الناس يمشيو بحالاتهم. انا ولد البلاد وتمنعني من بلادي. علاش باش ديرونا هكا؟ خليونا نشوف، ديرونا شي حاجه، ديرونا شي بديل. منين حنا ندخلوا دغمه ديال الخبز ونصرفوا على والدينا؟ حنا البراج دابا مسدود علينا. السياح اللي كانوا تيجيو عندنا ما بقاوش، الدغمه ديال الخبز اللي كنا نجي ندخلو ما بقاش عندنا. هادشي اللي كاين. واش حنا ما طلبناش بان يطلقوا لينا، حنا طلبنا الحل ديال الحريفيه، يشوفوا كيفاش الوضعيه ديال هاد الناس اللي كانوا. كاين 42 الفلوكه، 42 الفلوكه. كل واحد عنده عائله فيها 4 5 3 6. يعني كانوا كيجيو الناس هنا كديروا لهم جوله، الجوله بالفلوكه، لانه هويا داك الشيء غايه، ما كاين لا صداع لا والو. واليوم كنطلبوا الحل، ما ردوا علينا لا بقليل ولا بكثير.